ازيك يا رؤوف؟ رؤوف، أنا عايزة نرجع لبعض. أنا عايزة نرجع لبعض دلوقتي. نرجع زي مش فاهم. أنا مش عارفة أعيش من غيرك يا رؤوف خالص. أنا بحبك، وأنا عارفة إن أنت بتحبني. مش كده متلاقي؟ رؤوف، قول حاجة يا رؤوف. قولي بس يا وده. قول إن أنت بتحبني. طب اهدي اهدي بس عشان نعرف نتكلم. ما أنت مش بتتكلم يا رؤوف، أنت مش بتتكلم. رؤوف، أنا عارفة إن أنت بتحبني، عينك بتقول كل حاجة. فاكرة لما قلتي لي امشي؟ لما قلتي لي ما تعملش في نفسك كده؟ أنا آسفة، أنا آسفة، أنا كنت غضبانة منك جدا بالعكس ومتضايقة بالعكس، ومش عارفة أعمل إيه. ما تعتذريش، بالعكس أنت كان عندك حق. عندي حق في إيه يا رؤوف؟ أنا فعلا محتاج حريتي، وأنتي كمان محتاجة تكوني مع حد في سنك. لا يا رؤوف، أنا مش محتاجة حد في سني، أنا محتاجاك إمتى؟ أنا عايزاك إمتى يا رؤوف؟ أنا عارفة إن أنت كنت بتعدي بوقت صعب أوي وكنت مضغوط، وأنا ما قدرتش ده، أنا آسفة. بس أوعدك يا رؤوف إن أنا فعلا هعقل وفعلا مش هعمل كده تاني، أنا فعلا آسفة. عارفة لو في زمن تاني، في حياة تانية، كان ممكن ينفع. بس صدقيني أنا حاسبه غلط. أنت ليه بترفضني يا رؤوف؟ ليه؟ أنتِ أي حد يتمنى هيك، بس والله أنا حاسبه غلط.